صبر يا رب يا سيدي وخلاص. اخ ما منين هاي الكورونا اللي جتنا بعدها بالعمر هذه. يا غالي مصجك مجاني مجاني مجاني، سهران الخم مخلاني خلاني خلاني، ويا غالي يا غالي ويا غالي يا غالي يا غالي يا غالي. خبرني وين خير البارح غاب علينا، شرك من بالك نسينا، والله درت حبيب تاني. يا غالي 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 يا غالي. بالله عليك هذا شو اللي مداري؟ شنو هالحكاية؟ اسمعنا واسلمنا، هذا شنو؟ انصرف انصرف. خير خفني يا زايا، أنا الطيب بشحمه ولحمه وداته. أنت الطيب بشحمه ولحمه. إيه يا بابا بالك، نقول لي شنو هالمنظر هذا الغريب هذا اللي أنت فيه؟ هذا اللوك جديد. اللوك جديد، وشنو معناها اللوك جديد؟ هذا اللوك جديد معناها قطع مع السائد، تأسيس لصورة أخرى جديدة، صورة تانية بتمظهر آخر بعد زمن الكورونا. هذا أنا. هذا أنت، أنت شنو عندك يا حسرة؟ هم حاجتين، يا عندك الزرادي وجماعتك حاجة تانية، والله ماك فالح في حاجة، بدك تقولي فالح. لا لا يا زاهية لا 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 يا زاهية لا. إيه؟ أنا اكتشفت أخيرا بأني موهوب، اكتشفت أخيرا بأني فنان موهوب، وعندي مواهب مدفونة، وحان الوقت لكي أدخل إلى المجال الفني بمنتهى الراحة، والبيبان تنفتح لي. سمعنا وسلمنا يا ربي، ثبت علينا عقولنا يا ربي يا سيدي. وليت نبي نولي فنان، نبي نخش فنان حتى وكان عمري، لكن أنا بخش فنان. فنان؟ توا بالله عليك انت تبي تخش فنان؟ يعني بعد هالعمر هذا كله تبي تخش فنان؟ وعلاش فنان بدك؟ يعني فنان في شنو تحديدا؟ وخير العمر، الفنان حتى بعد 100 سنة مازال يعطي طالما عنده طموح وطالما عنده صحة، مازال يعطي ومازال يقدم عصارة أعماله للناس وللجماهير. وبعدين انا بنبي نولي فنان في أي حاجة، في التصوير، في الإخراج، في التمثيل، في الصحافة، في ضرب البندير. لا والله احنا ناقصين ناقصين يا باب هيب ضرب البندير حق والله. ايه جي غير انت. وخير ايه عادي اخش في اي مجال في الفني، خير اعطي ياباني خير مني، اعطي ياباني مشهور ما شاء الله عليه ويقدم في البرامج، ما هوش احسن مني، فاش احسن مني. تو انت بتجي زي اعطي ياباني تبنى بيفكني، تتحشم يا راجل تحشم، راك عمرك فوق الخمسين شيباني راك وليت، بدل ما تفكر وتشوف لنا شنو نديرو، تقول مثلا نغيروا هالحوش هذا الموديل القديم وتبني لنا فيلا كبيرة ونعيشوا فيها قبل العمر. ها شادلي يقولي شنو بندير؟ يطلع فنان، احلم احلم يا بابا. وبعدين راهو انا والله حق برات نسمع في الناس يقولوا الفنانين هذو خير مهبلوا كيف يكبروا، هم هو صح المفروض في احترام للفنان لكن في هبال. راه تنكري يا ماما أول مرة شفتيني في حوش خالك قلتي لي فيك شبه من هاني شاكر، وفيك ملامح من عبد الله الأسود، وفيك شوية من كاظم الساهر. يا حليلي ها والله نسيتي لما غنيت لك غنيت لك غنيت لك وقلتي لي صوتك زي عبد اللطيف حويل وزي شادية، نسيتي هذا كله؟ كان زمان كان زمان يا حسرة كان زمان ما يقولوا فيها افكك افتكر عظام العيد ناضي نوح. نسيت راجي شوية، تفضلي يا سيدي هذه الغناية جديدة يا ماما، شدي حولك، غناية من أروع ما يكون. تقول من وين الهامر يا حميدة؟ قولنا غير امتى تجينا؟ لحظة 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 لحظة
أعزائي الغاليين المشاهدين، صوتوا لي في الاس ام اس. رانيني نحبكم هلبة ونودكم هلبة برشا مش شوية. صوتوا لي وانا نحبكم، نحب البزين، نحب البكبوكي، ونحب العصيدة بالرب والمايونيز. صوتوا لي صوتوا لي صوتوا لي طيوبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأغنية تقول الله يثبت علينا عقولنا. من وين الهامر؟ من وين الهامر يا حمادة؟ قول لنا غير أمتى تجينا، حبك تردني بزين من أول تذبيلة عين، خلينا يا عبس يا عجينة. ولا الأغنية الثانية اللي حتكسر الدنيا، حتكسر الدنيا كلها، تقول أمسح اسمي من نقالك. أيوة. ما عادش نب اتصالك. لا 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 نقال لا انترنت، يقولوا جيت اللي ورايا من قبل حفيت. انسى ولا السنجل الجديد يا ماما، الغنية جديدة الخط لوح اللي بتكسر الدنيا، تقول يلي تجيب الفلوس رصيدي في البنك غلاك، من غيرك يجيني الاحساس، يجيني الافلاس، نبيع الراس ونبي غلاك. شماتة في كل الناس، شماتة في كل الناس، شماتة يا راجل عيب عليك. توا هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام بتنجال بتاعك ورطين، فاهم ولا لا؟ اتحشم يا راجل، اتحشم. ديروا لنا اغنيه جنينه، مش اللي يجي يدير ديسكا، يدير مش عارفه شنو. خلاص الاذواق تغيرت وهبلتوا الشباب. خلاص من هالمناظر زيك. الناس يبوا الاغاني خط ولوح، لوح. ايه لوح، خط ولوح، صح، هاتي صدقت فيها. لكن في ناس تب الاغاني الزمنيه والاغاني الحلوه. عندنا شعراء وعندنا ملحنين وعندنا فنانين محترمين. هذه آخرتها، هيا عندك ما تقولي وأنا نطلع. المثل الشعبي يقول أي. الله يثبت علينا عقولنا. تره تره يا صاحب اللق الجديد، يلا وريني فلاحتك. الله يثبت علينا عقولنا. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.